سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير كشاف سورة النازعات صحيفة حفته يك هم الدوام بكم خداي تعالى وها أمرتك تتبعها الرادفة دواما درس شفيدية تفيشية دا يوم ترجف الراجفة و عمسان ورن حشر كرن حساب ورن ورن ديتن و رجاكو أرض دهجنة و نفقة أول جبوناكو عمسان بمرن أرض دهجنة تتبعها دكذي بايوه نفقة ددوها الرادفة أو حادثة أو أولاياكو دبي فيدت جاركي دي نفخ نفخة ثانية نفخة دو جلبة دي جاري جبونا كو انسان احياب بي جبو كو انسان صاغ بي وهرن حشر وعصونا جبه جاكو وجبه الرادفة اي الواقعة الواقعة التي تردف الاولى أو واقعة يعني أو نفخة أو أولية كل بيا عولتي بيوة نفخة أولى وهي أو واقعة النفخة الثانية نفخة دوا ويجوز أن تكون الرادفة أم تكون في رادفة جفي فعل شيكن من قوله تعالى قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون يعني جار عويل مش ردف يردفو شكل ومعنى بايرة في جار أف ردفة أم بجنج ردفة ردفة همند جهدة يعني قل عسى قدرة تعالى بجنج وارد فيه فيها أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون يعني بنهاية في أفضل أما جهدة ورا ورا أو تشتكوا هين عجلة ويدكن هما شون وفا بوفا بي يعني أي القيامة أو قيامة التي يستعجلوها الكفرة أو قيامتكو كافرة دقود بلا زو ورا أن ببين عجلة كرنا ويدكن استبعادا لها چونکو باور ندکرن و وقوع و دور دیدن این کار دکرن بر میخواستید گوتن که بلاوره مادم که راست بلاوره که ام ببینه ویل چه بینه سره حال حال و هی رادیفت الله او قیامت ذاتا همه حال بوابه بی یعنی پایوابی و کل پایوا سوار بی بی لی اخترابی ها او قدر نیزید شاوكم فهم كل يعني الجارة عول جردة فيردو فوتشتك معنى طيرة ذي جارة دوا بالرديفة معنى الجهدة يعني وكا فجأة وكا معنى إزاي فجائية وكا قدمك أما وقتك أو دخوزن طيورة هي فيها يكو هما هالي بوابة زمان دريج ويا أراك نكبنا بينه وانا وقيل الراجفة الأرض والجبال بلي ما جارع والراجفة نفخة جكرت بي ما قلت بي أو نفخة قلت بي سبب هجندنا أرضوا بجارع أم أرض والجبال بخجد أرض والجبال وبخجد من قولي أوجي رجفة أرض الجبال ذاتا هيا جبه آيات القرآن جي كدر كوي يوم ترجف الأرض والجبال سورة مزمل ده قو أفجي إزباط كريا أمر خدايا أرض الجبال أرض الجياجي روجا قيامته دبرمت كوي و روجا قيامته هجاندن دكوي و پارچتن وي وقتي وقتی کو راجفه مقصد به ارد و جبال بن رادیفه چیه؟ اوی کل پیوارته و رادیفه تو از سما و الکواکی بود یعنی سر گوتنا بقیله ش رادیفه امن نفخا
بدوا دقرن آسمان و ستيرك دوادا اوجي همان طيورة اوجي كي زلزلت كذيوا هجاندن كذيوا تندب شماجي يعني اف طيورة چدبن لأنها تنشقو لورا او سماء شقدب وتنتصر كواكبها ستيركن وي منتصر دبن دكبن جه اخوة يعني هم وظيفة وخلاص دبن هم برونهي دبن وجه اخوة كبن على أثر ذلك تشتي خرابينا تشتي كو رجفة السماء دا چه دبن تشتي كو رجفة دا أرض و جبال دا چه دبن باي ويرا دا آسمان و كواكب دا چه دبن فإن قلت ما محل تتبعها تتبعها الرادفة تركيب خدا دبيتشي قلت الحال بل جملة حالية أي ترجف بل أي ترجف حال كون يعني وي راجفة حال كون ام بجن وين نفقة اول جي تابعتها الرادفة و نفقة دوا بطيرة بلي فإن قلت كيف جعلت يوم ترجفو ظرفا للمضمري ما هو يوم ترجفو ما يخبي ظرف جبونا فعل كي محذوف را الذي هو لتبعثن كما قلت بي أخ فعل هيا حال حال ولا يبعثون عند النفقة الأولى. علم أبعث يوم ترجف الراجفة وبعث نفقة أولادك وأبعث وحشر شيون دنا بار حشرفة بتشتي نفقة بالنفقة دوا تشد بنبي عول تشد به قلت جواب بدي المعنى لتبعثن بلي في الوقت الواسع يعني هنا ورن شيون دن ورن حشر كرن نا دو وقت النفخة أولادا دوي وقت كو دريجة وي وقت كو فرها الذي يقع فيه النفختان يعني مقصد به زمانك دريج هيا و اف بعس جي دو بعد كي جوي بعد كي دوي زمان دريج دا چهد بي لا تبع السنة ننا سيدا نفخة دو هيا سيدا لا تبع السنة ننا بلي لا تبعثن جوابا لا تبعثن يوم ترجف لا تبعثن بل رسل بل لا تبعثن في الوقت الواسع يعني او وقت دريجة صاد جنة شامل سر نفقة اولى تنيته الذي يقع فيه النفختان هر دو نفقة جد كبن بنوي وقت دريجة وهو وي وقت او يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع بلي حشروات بعد كي جوي وقت دريج دايا وهو او بعد جي وقت النفخة الاخرى لما وقت يكون بجي يوم ترجف الراجفة وتتبعها الرادفة هر دول سرهف دبن يك زمان و او زمان دو دريجة او وي وقت حشروات دوي وقت اخر دا دوي وي بعد آخر ده شد. من. ودل على ذلك دلالة كل سر في قصيكم مقصد به أو زمان فراهك وشامل سر هردو نفخة وري أن قوله تتبعها الرادفة أف قول خداك ما قول تتبعها الرادفة جعل حالا عن الراجفة ذاتا في شدة ما إخذ حال فيش راجفة ذا زمان حال ويزر حال جي ذاتاً أو الشرط كي حاليها يعني عامله و وهم ده زماني وكو يكبه وقت كو زمان يكبه الوقت الشامل السر في نفخة فاشي جيدي وقت كو جرد بحا بابي ويجوز أن ينتصب يوم ترجفو أو يوم ترجفو أم نيخن ظرفه وفعلا مقدر أم منصوب بكن بما دل عليه قلوب يومئذ واجفته
او اوایت کو پیدت دی ش مفهومی و یعنی ام فعل کی در تخم به یوم ترجفو متعلق بوی فعل کوش مفهوم کوش مفهومی در تکه مقدم السر فعل فابیه ای یوم ترجفو وجفت القلوب یعنی اوی وقتی متعلق به وجفت اوی وقتی متعلق به وجفت کوش وجفتون تفل واجفة قلوب يومئذ هم قلب ويروج واجفة يعني شديدة الاضطراب بل راحة جوارتنا دكتور سيدنا بل والوجيب والوجيف أخواني وجيب وجيف أفهرد هناك مترادفا عين معنى وجيبة وجيب جزاتا معنى شديدة الاضطراب ابصارها خاشعة بصر خوي و قلبا خاشعة مقوش شدة هولا وروج زليلة خاشعة معنى زليلة فإن قلت كيف جاز الابتداء بالنكيرة بلي أنا في قلوبون مبتدا واجفتون دبي خبري شاو ابتداء نكيره الفيدر تشبيا قلوب نكيره قلت قلوب مرفوعه بالابتداء اري مبتدا اما نكيره الفيدر دا يكو جائز ديرين هيا دوره وواجفته صفته اطيا وصف كده بواجفتون مختص بيا جبر ويقصي ابتداء بنكيره الفيدر دا ما تبوت و ابصارها وقت او واجفتون به صفاته و ابصارها خاشعتون خبرها به خبره فهو اف نخو قلوبون كقوله و قول خدا به صورت البقره ده آیت جدید بجه و لعبد المؤمن خیر من مشرك و در دجی مبتدا نکیره اما اشبرکو هاتیا خاص کرن هاتیا وصف کرن به مؤمنه او اختصاص دايا قبول كرم ابتداء بنكيره حسن دل بيدره وقت كو ام قلوبون بيخن مبتدا واجفتون بيخن صفاته وي يعني سر بي قوتنه معنى هالي شد بي قلوب واجفتون او قلبي كو بطرسن او قلبي كو رحت نوبن ويروج الترسي دانا ابصارها خاشعات شاف اخوه و خوش يعني هذا معنى ولي يعني فرح هاي يعني لبري السر اعرابك دي هنج مفسرن دي دبجد اف قلوبون تنوينه وي جبو تكسيرا قلوبون يعني قلوبون كسيرة او دخن مبتدا واجفتون دخن خبره يعني دوه روجه دا قلوب كثيرة قال القلب واجفتون بجاء أبصار وخاشعتون داخل خبر بعد خبر وقال القلب وأبصار وخاشعتون صحيح يا ولي مش مرخ واشترده وهر آيات كي مستقل به نعم فإن قلت كيف صح إضافة الأبصار إلى القلوب بلي أبصار قلوبه يعني بلكي يعني دوه آيات دا جبونا كلمة بايدا نوي معنى كرن كو ان بجي أبصار قلوبا لبالي أبصار قلوبا تشوات استعمال كرن نورمال دا أبصار خواه قلوبا بلكي زحفتر بلجي چمكو يعني تشاوه قلب جي يعني جنو القلبي وكا كود دجن يا جنو القزي يعني اما يعني دوه داري دا جباركو يقولون دوه جن جبونا ويد ناي معنى كرنكو حتى مو بيجي تشوفي قلبي و نخوة أما أصحاب لو دي مقصد بي أصحابه قلتو معناه أبصارو أصحابها قالي مضاف كلوه داري هم مقدر بكين تشوفي خواهي و قلبه هم تشيجي تزانين كو مقصد بي أصحاب بدليل قوله يقولونا دورا أبقي داري بيجي راجع بعد و
اصحابه ذكرنا راجب والوزاته ذكرنا نفهم مقصد به ابصار اصحابي فرح عفيرتي ما قول دبيجن او مشرك اينا لمردودون في الحافيرتي ما امي جاري دي يعني ورن رد كرم بالحالات خواه اول با بشتي مرنه امي جار كدي حياتي ببيني في الحافيرتي يعني في الحالة الاولى بعد حالات خواه اولا با يعنون مقصد حالات خواه اولا الحياة بعد الموت حالات اولا حياة بي بعد بشتي مرنه او مرن حالات ثانية امي جار كدي وقرن بال حالات اخوة اول با يعني بال امي جار كدي ساق ببن فإن قلت ما حقيقة هذه الكلمة هذه كلمة هنك حافرة اللغة ده معنوية تشيا و مناسبات قناف بينا معنى لغوي واصطلاحي ده هيا تنا ويرسلوا خبر بدي حقيقة في الحافرة تشيا قلت يقال رجع فلان في حافرته يعني فلان كس ده حافرة خدا وقرا حافرة مش يا أي في طريقه دريا خدا التي جاء فيها أو ريا كوتي ده هاتي فحافرها أو ريا كوتي ده هاتي كوتي ده دوس شكرين يعني تشال شكرين هو بيه خواه هو قندرا خواه هو دوس خواه كو أثر هشتي معنى حافرها شا أي أثر فيها يعني تدا أثر كريا إشبركو أو جيراني كاتي أثر أثر كريا جي بمشي فيها إشبركو تدا مشيها أو إيزو نشان فيش دمانا إيدي أف دي صاد رجع فلان في حفيرتي عين يرسر ودو سخوا ذا جراي يعني جي ريجي وي تدا تشيبيا ريجي وي أم لين ريجي بل دي صاد ريجي خوا ذا جراي ها مشيه فيها تشيا يعني جعل أثر قدميه يعني معنى أثر فيها بمشيه فيها دبم معنوي يعني جعل أثر قدميه أوي أثر يعني شونا هردو قدم إخوة إخستيا حفرا إخستيا تشاب يعني جبركو جراني لي تشيبيا دوسيا حفر تيدا تشيبيا أمجن شال تيدا تشي بلي كما قيل شاوكو هاتوا قوتن حفرت أسنانه حفران يعني دنانه هاتيا شال كرن يعني هاتيا كور بيا حتى خلاص بيا كان قد قوتن إذا أثر الأكل في أسناخها وقت أو خارن ويا او كير او تشتكو دادي ويدا دمينا زرار دي زمان وي زمان اتشا زرار دي دنان وي دناني دخوي او يعني اوكال بعد سواتك او اوكالا اثر كيريا دا اصل وي اسناخي ها دا اصل وي اسناني دا يعني خارنا او دناني وي خارنا حتى كو غاندنا كوكا دنان اشبر كودوي داري دا او حفر تشيبيا تي قوتن حفرت أسنانه ويا الخط المحفور يعني أف يازيا هنيك محفورة يعني هاتيا تشال كرن بل تشدا في الصخر يعني وقت كو أم بيجن يازيك وري كرن سر وري إشلمش كرن سر كبركي دكولن يعني يازيه بكولاندن هدكن او كولاندن دوي كابري دا وقت تشبه بنا الخط محفوظ بلي وقيل حافرتون معنى حافرتون كو بوصف كي قوت يا كما قيل عيشتون راضيتون علمة بيجي بيجي اينا لمردودون في الحافرتي بلي يعني او نحفرن اصندا يعني او حالات اولا اصندا يان محفورا يان نخوا خوي حفرا خوي حفرا جبر بي قوسي دبيجي كما قيل عيشة راضية
يعني أبي قيل قلت حافرة عين وكا عيشة راضيتنا. يعني اسم فعل نسل معناه خويا، لا اسم فعل نسل معناه خويا. بل يعني أصلا يعني معنى يعني معنى حافرة يعني ذات حفر، معنى راضية يعني ذات رضا. يعني وكا وكا لا 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 بنو تامر خوي 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 لبن وخوي تمرة وصلني. بل بل ويا أو كقولهم نهارك صائم. يا يعني نفهم بيجي وكا قول عربة كود بيجي نهارك صائم روجة روجي كرا يعني ذكرى محلية لإرادة بحالة يعني تدفي روجة دا روجي يعني في داردة أفجنا أنبجن أو روش حفرة يعني يد كفي وي روجة جبارك ودفاقر بان أصل خوضة يحفر أصلا دا أول. سيدة أو في عيشة راضية أو راضية اسم فعل معنى مرضية لنا ودويدا يعني تبدأ جي حافرتنا معنى محفورة بها يعني مستعين شو سيدة حافرت أمي هي جوي بخوينة وهي جوي قيدة بيجي وبيجي حافرت جي معنى محفورة بيجي أصلا دوي وقت معنى آيات دقيج دبي يعني جي محفورة وفاقرن إنا لمردودون في الحافرة في المحفورة يعني ما أمي ورن رد كرم بال دنيا فا إش قبر أخوة إش وي قبر محفور وقت يكون بمعنى محفورة وي وقت يكون عين ذو معنى قبر أخوة أو وي هجا وي بيجي أما يعني الفي داردا أو أوي قيلة قوتيا حافرات معنى ذات حفر وكان راضيات معنى ذات رضا ويان أخوة حافرات يعني حافرتون أم بجن صاحبها ويا عيشة راضية يعني راض عنها صاحبها بل جاءف معنى لغوية ثم قيل طيدة أف حفرت بجا جفي معنى هاتيا ناقل كرن يعني أوي كور سر ريتشي خوا دتشي هاتيا وضع كرن جبونا في قرسي لمن كان في أمر كسي كل سر عشكي بفخرج منه جوي إيش أخوة دارت كافي طيدة جار كدي إيش أخوة بقرة ثم عاد إليه بلي جا جوي رجت قوتن رجع إلى حفيرته ثم قيل جوي هناك رجت قوتن بقرة بار حفيرة خوضة يعني أي طريقته وحالته الأولى بقرة بار إيش أخوة وحالته أخوة أولى قال بل الشاعر قوتيا أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعاره حافرته يعني ما از جار كي دي وگرم يعني چيتو از جار كي دي وگرم بر با امر خوي اول و با وي حال خوي اول و على صلع وشيب يعني دگل و بيريتيه دگل و كچلتيه و پرام تب و شيا از بير بيما دقال في قصي از چوا وگرم سر وي حالت خواه زاروكيه معاذ الله وي وقتي از رازيل ببم وي وقتي از بكم شرمه ده معاذ الله من سفهن وستفهتي وعارم شعيده يريدو الرجوعا الى حافرته يعني ما چده به از وگرم بال وي حال خواه عوال و او حال زاروكيه از خواه بخم دوه درومه ده وقيلة النقد عند الحافرة أصلاً وكا قلتني كي تشيايا يعني داينا فرا دوخت بازار دايا يعني يريدون عند الحالة الأولى حافرة مقصد يعني الحالة الأولى ده هيد جار عود دوخت أو بازار تكرن نقد جيوي وقتي تدار وهي أو حالة الأولى شيء الصفقة أو بازار وقرأ أبو حيوات بلي في الحفيرة أوي بصيغة مشابهة خوندية حفيرة بلي والحفيرة حفيرة بمعنى المحفورة وقت يعني حفيرة بما فعيل معناه مفعولة يقال حفيرت أسنانه فحفيرت وبصيغة مجهولة فحفيرت حفران
وهي صفات وجه حفيرات طيب الحفيرات. وهذه القراءات قراءات حفيرات دليل على ان الحفيرة في اصل الكلمات بما حفيرات جي ده اصل كلمه ده يعني سر معنى فاعل بمعنى المحفوره دي وقت ده معنى محفوره يعني بي وقت معنى اياتجي ائنا لمردودون في الحفيرة بلى يعني معنى ونا وكو امي فاجر بو حالتي خويا عود بعد ائنا لمردودون يعني ما امي ورن رد كرم يعني الى الدنيا ما سبوت دنيا ايفا ما امي ورن رد كرم في الحفر يعني بشتي كو ام كتن محفورات ده ام كتن قبر ده وقبر كولوي ده ام مرن ما جو كي تكون كون شدبه ام فاجر بو دنيا ايفا سيدا شو جانا اسمه فاعل جانا اسمه فاعل معنى مفعول الثاني جاء بحفيرات وقت او قراءته حفيرته جبوك قرينه كي تنجم ان نصر هاتي سما ذكر انه ما حفيرتون هاتي بالتاني سياتي يعني يوصى حفيرون اباتنا قرينه ابا اي حفيرون هم سوا فيه المذكر والمؤنث ويجا جبوك قرينتنا بمؤنثتي تاتي يعني بلي 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 خدشت رازي يقال بلي قايدا ما تشكو إذا كنا عظاما نخيرة ما أمي وارن رد كرن ما أمي وارن بلي شياندن بشتكو أم حاستي نخيرة بل يقال نخر العظم معنى نخرة جفا هو صفاته نخير ويا ناخر بلي كقولك طامعة فهو طامع صفة المشبهة طمع واسم فعل طامعته بلي وفاعلون بجوكو نخيرات قوتيا نقوتيا ناخيرة بل أبلغ من فاعلا بلي أو تشتر مبالغة تدهايا وقد قرئ بهما هردو جي قراءة ناخيرة وناخيرة بلي وهو نخير تشيا بلي البالل أجوف أو أرزي ونابوي بالا الذي تمر فيه الريح الكور هو لدد فيسمع له نخير وكوج نابوي هدي دنكتي جويرة تيبوت النخير وإذن منصوب بمحذوف ما قلت قالوا تلك إذن بلي أو إذن منصوب بفعلك محذوفة تقديره إذا كنا عظاما نرد ونبعث ما بشتك أم حصدي بنجي ممكن أم ورن رد كرم ورن حشر كرم أو إذن متعلقة يعني ظرفة ونرد ونبعث قالوا تلك إذن يعني قوتن أفا جراندنا ما دوي وقتي دا وقتك أف راست به كرتون خاسرتون خاسرتون يعني منصوبة إلى الخسران منصوبة بات تدا خسارها بل ويا خاسرون أصحابها ويا أو خاسرون الدنيا أو خاسر أصحابها أو جعل وجاء حفيرتي هم أم ذكرن بالنسبة معنا بكن وهم وكاء بيجي مضاف كان مقدر بكن هردو معنا جلد كان والمعنى معنى دي جملة قالوا تلك إذا كرة خاسرة أنها إن صحت أير أف رد ما فجلندنا ما بال دنيا فبراس به فنحن إذا خاسرون والله وي وقتي هم بالضرر دانا چما لتكذيبنا بها دارو ذاتا ما قبول نكريا اجبركو يعني دمك هم ام ضروجي دار كفا وهم دام عذابي بشي وهذا استهزاء منهم بلي اب ذاتا باور ناكم صادجا حنكو تنازي خواب في قصدكن يعني كوبا نمو ممكن فإن قلت بما تعلق قوله فإنما هي زجرة واحدة
ارتباط فئات وما قبل فتشيا فإنما هي زجرة واحدة. قلت بمحذوفة ارتباط تشكي محذوف يعني الودر جملة الودر محذوفة حتى يكون ارتباط أوتا بهذا الشيبه معناه بلي معناه هي محذوف بشكل شبه لا تستصحبوها يعني في فجراندنه صعب نبينا جران نبينا فإنما هي أفا جراندنا هناك زجرة واحدة صادجة يك دنجة يك قيرة يعني باشقا تعبك زيدة أزياتك زيدة مصرفك زيدة جرة تنع يعني لا تحسب تلك الكرة في بلي في كرة هناك يعني في فجراندنا هناك نبينا صعبة على الله عز وجل سر خدا نجرانا فإنها سهلة سهلة هينة راحتها في قدرتي شيا ما هي إلا صيحة واحدة مقصد شوي صيحة شيا يريد النفخة الثانية بل بعصا ونفخة ثانية وصيحة ورد دائن وورن حشر كده فإذا هم بالصاهرة أو فإذا هم بالصاهرة أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا أمواتا في جوفها بس عندما أبي قلت فإذا هم أحياء على وجه الأرض بس عندما أحياء على وجه الأرض أب معنى صاهرتها كمكو صاهرت هم معنى وجه الأرض جيت وصاهرت هم معنى صاهرة يعني بيخوا هم معنى أحياتي بلي نخوا فإذا هم بالصاهرة تشوى الصاهرة يعني أحيان على وجه الأرض سروي أرض صاخدبن بعدما كانوا أمواتا في جوفها شتيكو جوف هيدا مريبن دارت كبن وصاخدبن كمان سروي أرض من قولهم أف فإذا هم بالصاهرة من قوله زجر البعير إذا صاح عليه أما حق بي من قوله أف في شاغ دا قتل شنكو فإنما هي زجرة واحدة أو في شاغ ويتفعزهم بالصغيرة يعني خستي بشتي فإذاهم بالصغيرة حق أو درباز بيا من قولهم يعني بحثة زجرة واحدة تكي زجر البعيرة بلي إذا صاح عليه وقت كو قردت لدنجلت كي جبه معنى يعني مثلا ما بجانا دبي ده يا ما بصا بهيب ساخل وان تينا ما الوان زجرت كي يعني وان ترسينا ما لو صا عش طلب خدا دا جي إنسان بيك وصا قيرا كي كل وان تيكرن راض بنا مالي وبالصهيرتي الصهيرت شيا الأرض البيضاء المستوية الأرض كو سبيا و عند جرولوجيا يعني ت عور و عند بجر رشاي تدتنا والمستوية مك تشولا تشولا ب ببنية جو سميت بذلك أف أرض كو هال سبي و تشولا ببنية شما هات يا نفكر بصهيرته لأن السراب يجري فيها بلي دمك دي أرض ولي أنبجن بسري وببني بي وأرضك ولي أوتشق بي سراب جي وقتك ودنيا ولي قرن بي سراب جي قانا دا الوادر دا كذي في الشابه مي جا لأن السراب يجري فيها بلي لو السراب يعني تيدا جاريت بي أجبركو دوي أرضي دا السراب جاريت بي و صاهرت بيك معنى جاربين هيدي هاتيان افكرم بي أرض هيدي هاتيان افكرم صاهرت نور أن السراب يجري فيها چونكو من قولهم عين صاهرت جارية الماء يعني جبه صاهرت جبه دارك عين صاهرت كهنيك چشمك صاهرة يعني چشمك انبجن بخوا جارية الماء حسن ده أبغى إضافة مسببي بار سببي ما إشياء
امش بك او جاريه طول ما ده بسبب الساهره تجبركم 24 ساعه يعني اوه وها دي ساهره دي ب يعني بخوا اوك بخوا يعني قناسك انا ماني انا قد نا انا قد ناسك وفي ضدها بجا وقت ضد الساهره تشنو ايمت قال الاشعث بن قيس وساهره يضحي التراب مجلله لاقطارها قد جب لأقطارها قد جبتها متسلمة وصهيرة يعني قالك شول هنا يضحي السراب السراب مجللا لأقطارها السراب دوقت هم بيجن صبحه دا وتمام أطراف وي صهيرة وي شول السراب دقري قبلامش دكي قالك جهة حال شول كو سراب قرتي قد جبتها من قطع كرنا أجوى درباز بما حال كوني منجي متسلما بل متلسما وأس متسلم بم يعني من خوا بستار كربي من خوا نقاب كربي جبو خاطركو الزرار جوي هواي وجوي جرما السراب أس نبي أو لأن سالكها لأن خوا مبوش بركو السراب دا جاري دبنا بيكي صهيرا أو لأن سالكها سالكه ويروج لا ينامو ناراز خوف الهلاك يعني اشترسا هلاك خو بچاب بينا كيفش بروي جوي روجيرته قوتن ساهرة وعن قطادتا فإذا هم في جهنم او ساهرات معنى كلاب جهنم قوت يا مقصد في جهنم أسألكم الله خير كسينا خذي خيرا ومازنك جزاكم الله خيرا